فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فيما يتعلق بالسهو في الصلاة، هل هناك أفضلية في سجود السهو إذا كان قبل السلام أم بعده، أم أن الأمر راجع للمصلي؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل التفصيل، إن كان عن نقص فهو قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث. نعم.